نبدأ من الآخر ومن حضرة العمدة والنجاح اللي حصل في رمضان في مسلسل حضرة العمدة اللي كان من إنتاج فنون مصر وإنتاج شركتك. احكي لنا كده الفكرة نفسها وفكرة التعاون مع إبراهيم عيسى أو أستاذ إبراهيم عيسى طبعا محافظ الألقاب وأستاذ عادل أديب، موضوع المشروع اتولد إزاي؟ الموضوع ابتدى بورق فكرة عند الأستاذ إبراهيم عيسى، وكان الموضوع بالنسبة لنا أنت هتشتغل مع إبراهيم عيسى، أنت هتشتغل مع إبراهيم عيسى، أنت هتشتغل مع إبراهيم عيسى، فالموضوع قلب معانا كشركة بعند يعني. هنشتغل مع إبراهيم عيسى، إيه المشكلة يعني؟ هو لا هو يمكن عشان آراءه حادة شوية وفي رمضان ماشي، بس الموضوع هيبقى صعب. عادي تشتغل معاه عادي، مفيش مشكلة يعني. فكان المسألة بالنسبة لنا تعالوا نشتغل مع الأستاذ إبراهيم عيسى، مهما كان الفكرة شائكة ومهما كان ورقه فيه آراء تنويرية أو مواضيع صادمة، ليه لأ؟ تعالوا نتصدى للفكرة ونشوف. إحنا في الأول وفي الآخر إحنا شركة بنبقى عارفين بنقدم إيه، هنشوف ونشوف الأفكار اللي هتقدم، ولو الأفكار مفيدة ليه لأ؟ وكانت الفكرة من هنا، وابتدينا نشتغل على المشروع من باب العند مبدئيا. هنشتغل مع إبراهيم عيسى. هل في مشاكل قابلتك في تصوير مسلسل حضرة العمدة؟ بصي، مفيش عمل بتشتغليه اولا الناس اللي مش عارف الناس اللي الحاجه اللي مش عارفها الناس، يعني الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه صعبه جدا جدا. الناس بتتخيل ان هو مسلسل الدنيا سهله يلا بنهزر وبتاع. مفيش عمل درامي مهم ماشي بيتاخد بجديه بيبقى موضوع سهل. كفايه ان انت معاكي عدد نجوم كبير علشان تبتدي تحضري المشروع وتقنعي النجوم دي ان هم يبقوا معاكي، ده في حد ذاته مجهود. اختلاف وجهات النظر وقصص كتير وكل واحد عنده رايه وعنده دماغه، ده في حد ذاته موضوع ما بيبقاش سهل يعني. فمن بدايه المشروع عشان تبقي اعملي مشروع كبير انت عندك بعض الصعوبات اللي بتقوليها، اسمها الصعوبات مش مشاكل يعني، صعوبات كبيره جدا انك تقدري تفوزي بعدد كبير جدا من النجوم اللي يقدروا يخلوا العمل بتاعك منور. فبالتالي ده في حد ذاته بيبقى شكل من الاشكال ان تخبي معاكي مشروع صعب او موضوع مهم يعني. تحضير المشروع او تحضير المسلسل بيبدا منين ويمشي ازاي؟ يعني احنا مش فاهمين، هل بيبقى في بطل فبندور له على ورق، ولا ورق بندور له على بطل، ولا مخرج بيقول يعني الموضوع بيبدا منين؟ ما هي دي بقى كل شركه وليها طريقه يعني. في شركه اللي بيبتدي المشروع المنتج، وفي شركه اللي بيبتدي المشروع نجم بيروح بورق لمنتج، وفي شركة بيبقى المخرج. احنا كشركة فنون مصر طول الوقت الفكرة بتبتدي من عندنا احنا يعني، مش من عند حد. ما بنقبلش ان احنا ما بنقبلش ورق اصلا يجي لنا جاهز. حتى حضرة العمدة اللي كنا بنتكلم عليه كان مجرد سطر مع الأستاذ إبراهيم عيسى، لأنك نشتغل عليه ورقة ورقة، لأن فكرة ان حد يجي لي بمشروع يعني هو جي لي بفكره هو، وده مش دي السياسه. بيحول المنتج لانفستور. لا احنا مش هو ده سياستنا. احنا سياستنا ان احنا عندنا فكر عايزين نقدمه، في حاجه احنا عايزين نقولها للناس، في مكتبه احنا عايزينها تبقى بشكل معين يعني، مش اي عمل نتصدى له. بدليل مثلا ان احنا عملنا كل الجانرز اللي موجوده ما عدا الكوميدي. ليه الكوميدي؟ فعلا لان احنا شايفين ان الكوميدي من الحاجات المهمه جدا ليها ناسها. احنا عندنا في مصر يعني ممكن اي حد يعمل اي حاجه، وده بعتقد ان هو مش 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 احسن الحلول. كل واحد عارف امكانياته فين. احنا مش مميزين في الكوميدي، نقدر نعمله على فكره، ولكن مش هنبقى في نفس نسبه التميز اللي بنعملها في الاعمال الدراميه، اذا كان اكشن سسبنس رومانسي واتيفر ايه اللي نقدر بنقدمه. فاحنا عندنا شكل بنقدمه كمحتوى، بنبص على المكتبة بتاعتنا وصلت لفين، مين النجوم اللي عايزين نشتغل معاهم، مين المخرجين اللي احنا عايزين نتعاون معاهم، مين وهكذا. فما بنبصش لورا قدام بس، احنا بنبص لقدام وبنبص لورا، بنبص لمكتبتنا فيها ايه وناقصنا ايه عشان نعمله. فهي دي الفكرة، ان طول الوقت انت راجل بتبتدي الفكرة من عندك، عندك حاجة عايز تقدمها، بتبتدي تشتغل بقى على كل التولز. اذا كان بعد ما يبقى عندك فكره بتجيب بطل يعني، عاده الناس بتبتدي بالمخرج. احنا اخر مرحله بيخش المخرج بعد ما يكون الفكره موجوده، ممكن يكون في عدد يعني ممكن حلقات، ممكن البطل يبقى موجود قبل المخرج. وفي بعض الاعمال الكتيره حصل فيها كده، ان بيبقى في بطل قبل ما يكون في مخرج.